على ثاني. ففي موقف للوالد رحمة الله عليه بعد وفاة الوالدة، وكان طالع يوم من الأيام لنا بالمخيم، فتذكر عن طريق ولد أختي تذكر مكاننا مخيمنا أي أيام وحياة الوالدة، فقال هذا مكاننا يوم معنا أمي، أو هذا مكان مخيمنا. فقعد وحزن وقال أبيات وارسلها لي مع ولد أخوي، قلت له جابوك أبي الرد من أخوي عبد العزيز رحمة الله عليه أبو منصور يكون أبلغ. قال لا، قلت له جابوك عطية. فكان الوالد يقول الله من هم من الله من هم من القلب، قلب الله من قلب من الهم يجتال، مثل الخلوج اللي يدور ولدها على الذي بالقبر همه طول حاله، مظنتي بالنفس تقبل بعدها، قالوا حليلك راح وش لك بالأمثال، أنت الذي حطيتها في لحدها. فيوم جاء أخوي عرضناها عليه، فرد أخوي رد يدل على الحفاظ على أن الأبو ركيزة، فقال يا أبوي لا تحزن، ترى الحزن قتال، ارفق بحالك لا تزود نكدها، اطلب لها الغفران في كل الأحوال، أنت الذي حطيتها في لحدها، خلت لك الذكرى وخلت لك عيال تلتف حولك وأنت باقي سعدها. سلامتك. يا سلام. رد أخوي عبد العزيز المنصور.